السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار صيد القصبة للهواة والمبتدئين، كانت واحد الغيبة طويلة شوية لظروف خارج عن إرادتي. المهم رجعوا دابا بحال اللي كتعرفوا بأن كانت الموفيتو، يعني الجو خايب، يعني البحر اللي ما غدار، البحر اللي ما تعرفش قدامه. الله يحفظنا وحفظ جميع المسلمين. تشوفوا واحد الأصدقاء ديالنا مؤخرا بسبب أنهم تجاهلوا المسألة ديال البحر في هذه الوقيتة ديال الموفيتون. المهم عمر بيد الله، الإنسان سميتو مكتب ليه الوقت ديالو، مكتب ليه الأجل ديالو، مكتب ليه. من هذا الشيء كامل بغينا نحذروا الناس، الانسان اللي قبل ما يمشي للبحر يعرف الجو كي داير، يعرف البحر كي داير. كنت درت هذا السيت هذا شحال هذه، ولكن لي تذكير انا ماشي من هذا وين تقولوا ولا شي حاجه بحال هكا، ما تنعرفهمش انا من جهه، ولكن انا كندير هذا السيت هذا حيت يعجبني، سهل وفاسيل وفيه وين تقولوا كاين ماري بيش. المهم كاين بزاف ديال لي سيت. المهم هذا من ضمن لي سيت اللي كاينين. هذا كيبين، ها نتوما كنت تيليشارجيت هاد الوراق هادو وجدتهم على حسب باش نفسر لكم هاد الشيء. هذا بحال اللي قلت لكم دابا، ها هما. هذيك المره اللي فاتت كنت فسرت هادي وكان نعاود نزيد نفسرها. دابا هذا من واحد النهار جوازا اي نهار كما كان عادي باش نفسر لكم. هذا الريح، هذا كيبين على ان الريح ما كايناش بزاف. هذا الريح موين، هذا اللون هذا الريح مجهده، ولكن هذا غير اتجاه الريح. وهذا الرافال، هذا اتجاه الريح، هذا الرافال. يعني الرافال شنو هو؟ هو النيفو ديال الريح كيفاش يدفع. هذا ملي كتكون هكا الصيادة كتكون صعيبة شوية في 14. ها لابيريود اللي كتكون فيها الصيادة زوينة هي ملي يكون الريح بيض هكا في هاد لابارتي هادي، ملي يكون الريح قليل. كاين العنود الموج، هو مترو، هذا اتجاه الريح معروف، هذا اتجاه الريح، واش شماليه واش شرقيه واش غربيه، واش اتجاه ديالها عكسي، واش اتجاه ديالها كيقلب ديما الاتجاه ديالو على غفله. هنا العنود الموج مترو 90، مترو 80، مترو 50. هذا هو اهم حاجه اللي بغي نقول لكم انا، هو الكورون. شحال واحد ما تيقلبوش، هو الكوران كورينتي اللي تقولوا باللغه ديال الرياضه. هذا حضروا معاه بزاف. الا كان مجهد من الاحسن الانسان يبعد من الصياده. علاش؟ لانه الا كانت مترو 90 هنا و16 ولا 19 ولا 18 في الكوران، راه كتولي هذه 4 متر. علاش؟ لان الكوران تيخدم من تحت بزاف، وتيولي هذو الموج مهزوزين بزاف. هذه قليل اللي تعرفها في الرياس، بانه الا كان مترو 90 ولا حتى مترو راه الا مشى حتى كان الكوران بزاف، راه تيولي ماشي مترو، تيولي 3 حتى 4. شحال واحد تيتفاجئ، تيمشي تيقلب تلقى بانه مترو، رجعت بحال دابا في هذه الورقه هذه مثال. بحال دابا تيمشي تلقى مترو 10 مثلا، وتلقى الكوران مثلا 19 ولا 18. تيمشي تيقول لك انا راه مترو 10، مترو ماشي مشكل نمشي، ولكن ما عرفش بان الكوران تضاعف من العلود الموج، وتيخلي ما تيخليش الماء بين الماء والماء. يعني الموج ما تكون مثلا ملي كضرب الموجه دابا ما كتخليش واحد المده فين انك تلونسي ولا تشوشي، اكثر يصحاب التوش، اما صحاب اللونس راه تيلونسي من البعيد وتيزوج، اما صحاب اللونس او ثاني شكل اخر. صحاب اللونس ما كتحتاجش ليهم هاد المساله هادي، كتكرفسهم. علاش؟ لانك كتلوح البلومه هنا كتلقاها لهي، كتلوح البلومه هنا كتلقاها لهي، ما عمرها ما غتستقر في بلاصه مزيانه. صحاب التوش شكل اخر، صحاب التوش ما غيخليكش تقرب حداه. اللهم ديما ملي تلقاو المترو هنا قلبوا على الكوران ما يكونش بزاف. شتي واخا تكون مترو 90 ويكون الكوران 6 ولا 7 راه مزيان، وملي تكون مترو 80 مترو 90 حتى 2 مترو ويكون الكوران والو، راه ما غتلقى البحر ساقي. ها واحد، هذا ركزوا معايا مزيان. دابا عاودوا مزيان، هذا الريح وهذا الرفل وهذا العلود الموج وهذا الكوران، هادو ثلاثة الحوايج ما تعذبوش راسكم بشي حوايج اخرين. هادو ثلاثة الحوايج، هادو ربعة الحوايج حفظوهم. بالنسبة للريح كتبدا من خاوية بحال هكا بيضاء، تا الزرقاء غارقة وهي غادية، تا الخضراء. ملي كتولي حمراء راه ما كايناش عندي في هاد الفيديو، ملي كتولي حمراء يعني الريح راه غيكون مجهد بزاف. هنا مترو 90 مترو 80 على حسب العلو. هنا الكورون هاديك، هادا من جهة، من جهة أخرى كاينة الماري الكبيرة وماري الصغيرة. شحال واحد تيمشي للبحر، هادي ماري بيش، هادي ماري بيش، كاينين الماري الكبيرة وماري الصغيرة.
ماريا الكبيره الا مشيتي قلبتي مثلا ها هما لي جوغ ها هما قلبت لكم على ماريا الكبيره وماريا الصغيره في سنجو ها هو بالنسبه لهذا مترو 30 في البصماري يعني مترو 30 في البصماري يعني مريم قجوجه مريم قجوجه شنو هي هي انها ما كتبينش لك الدخول والرجوع للماء هذه و 92 في البلان ماري هذا معروف على ماريا هذه الصغيره تياكل ديما في البلان ماري وفي الباص ماري ما تياكلش بيناتهم في الرجوع اما فيما يخص الباص ماري قلبوا عليها هنا بالنسبه للكوعيا بالنسبه لماريا الكبيره ها هي بالنسبه لماريا الكبيره ها نتوما كتشوفوا ها هي مثلا 8 وثلث 8 وربع الصباح ديال هذاك لا جورني مثلا جودي مثلا 11 8 و4 الصباح الباص ماري 0.90 ماريا كبيره قشاش ياكل هكا تياكل في الرجوع ديال الماء ديما في الرجوع ديال الماء في الدخول ما تياكلش وتياكل في البلان ماري ولكن بلان ماري على حسب انت وكيفاش دايره بحال اللي قلبنا في في الويند كورو على حسب ها انت ملي كتمشي النهار اول حاجه الى لقيتيها في 0.90 0.70 0.80 1 في الباص ماري هذه عرفها بانها ماريا كبيره ها هي 0.80 0.80 0.80 0.80 ماريا كبيرة ملي كتشوفها بحال هكا في الباص ماري مترو 30 في العلو ديال الموج 2 متر 70 في العلو ديال زعما البلان ماري 2 متر 70 وفي الباص ماري مترو 30 هذه الماريا صغيرة وها انتم كتلاحظوا بانه ما حدا وصلت ما بين الكبيرة والصغيرة هذه هي النقلة ما بين الماريا الكبيرة والماريا الصغيرة ماريا الصغيرة وماريا الكبيرة ماريا الصغيرة وماريا الكبيرة ها انتم ها نتوما بحال اللي كتلاحظوا نعاودها فرقه واحده اخرى دابا مترو 50 في الباص ماري و مترو 50 في البلان ماري مترو 50 في الباص ماري ها هي مع 25 غتلقاو ماريا صغيره 2 مترو 50 في البلان ماري غتلقاو ماريا صغيره ملي كتكون هكا هذه هي ماريا كبيره عقلوا عليها 3 متر في البلان ماري كتكون منفوخه كتدفع بزاف يعني كيكون المد والجزر كبير يا المد كيكرط كلشي يا الجزر كيدفع كلشي هذا من جهه وكاينه من جهه اخرى بالنسبه للسيت ملي كتلقاو بحال هاد الاشاره شحال واحد ما عارفاش كيقلب عليها تلقاها في وين تقولوا بارفوا الا تصادفتوا فيها اكثريه في هذيك ماري بيش هذه كتعنيها انت كيكتبوك تري بون هذه كتعني اونتر هذه هذه كيكون الحوت واكل علاش تكون لا طومبيراتور ديال 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 البحر مزيانه تكون الماريا مزيانه فهاد لا بيريود هادي اونتر هادي هادي ملي كتكون هنا كيكون الماء مقجوج بزاف ملي كتكون هنا تكون الماء تدفع بزاف هنا كتكون بيناتهم كتكون الماريا سخيخه والماء سخون لداخل كيكون الحوت تياكل هذا من جهه من جهه اخرى راك بحال اللي قلت لكم اي واحد صيفط ليا ترد عليه في البلاصه والمهم الى فيديوهات جداد ان شاء الله بحول الله راه غير لظروف ما داكشي علاش حبست لي فيديو وشكرا وتهلاو فراسكم الى فرصه قادمه باذن الله.